السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلابي؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل اول حصة لتأسيس مادة الدراسات الاجتماعية. معاكم مستر أسامة محمود، وان شاء الله النهاردة هنتعلم الخريطة بتفاصيلها كلها. وياريت لو عجبك الفيديو ما ننساش نعمل اشتراك وكمان نفعل الجرس، لان ان شاء الله المناهج كلها هتكون موجودة في قناة التفوق في الدراسات الاجتماعية لجميع المراحل. ويلا نبدأ كده باول حاجة، خريطة مصر. اول حاجه كده يا سنه رابعه لازم تبقوا فاهمين يعني ايه كلمه خريطه. كلمه خريطه معناها رسم لسطح الارض. مستر يعني ايه كلمه رسم لسطح الارض؟ دلوقتي انت ممكن في حصه الرسم هتلاقي الميس بتقولك انا عايزك ترسم لي اي حاجه، الشمس، الارض، الشارع اللي انت فيه، العماره اللي انت ساكن فيها. وانت بتفكر ترسم بتفكر تجيب ورقه وقلم وتبتدي طبعا تعمل بحركه ايدك كده شارع، او تعمل رسمه جميله للبحر. اكيد كلنا بنروح مصايف وعارفين ان البحر قصاده فيه رملة وفيه شماسي كده قدامنا، كل ده انت ممكن تتخيله وترسمه وتشوف اللي بينور. الضوء الوحيد في العالم كله هو الشمس، فعشان كده انت هتفكر معايا وهتبتدي ترسم. واول حاجة هنبتدي نرسمها في الخريطة هي البحر، والبحر اللي احنا شايفينه ده اسمه البحر المتوسط. تمام، كل حاجة لازم نعرف جد اصلها منين. يعني ايه جت اصلها منين؟ حضرتك اسمه البحر المتوسط، معنى كده ان هو يتوسط قارات العالم. يعني ايه يتوسط قارات العالم؟ احنا عندنا العالم ده يا سنه رابعه وسنه خمسه ويا سنه سته، العالم عباره عن 7 قارات، وكل قاره فيها مش اقل من 50 دوله. يعني معنى كده ان القاره مساحه كبيره جدا من الارض. المهم طلعت ان مصر في النص بين 3 قارات، فعشان كده البحر ده في النص، فعشان كده سموه المتوسط. زي ما يبقى عندك كده 3 اخوات وانت اللي في النص. نكمل كلامنا. طب يا استاذ هو في بحر تاني؟ قال لك في بحر تاني اسمه البحر الاحمر. يبقى انا عندي هنا بحر اسمه كمان الاحمر. طب جت منين كلمه الاحمر؟ تعال نتكلم عنها. قال لك ان البحر الاحمر اتسمى بكده عشان الشعب المرجانيه. مستر انا بشوف سياح بيعملوا دايفنج. يعني دايفنج بينزلوا تحت الميه ويبتدوا يشوفوا حاجه اسمها الشعب المرجانيه، ودي موجودة في البحر النقي، البحر النظيف هو البحر الأحمر. فعشان كده الناس كلها السياح بيحبوا يروحوا غردقة وشرم الشيخ. أنا بدأت أفهم اسمه أحمر عشان في نباتات تحت كده لونها أحمر اسمها الشعاب المرجانية أو الشعاب المرجانية. طيب تمام قوي، يبقى أنا عندي هنا كده عرفت إن في بحرين. لا لسه كمان هنعرف إن احنا عندنا أطول أنهار العالم وهو نهر النيل. في الحصة دي كده بدأت أفهم يا مستر إن أنا عندي 3 معلومات عرفتها. إن مصر تقع وسط قارات العالم وعندها بحر اسمه البحر المتوسط، وتاني حاجة عرفتها إن في بحر اسمه البحر الأحمر، إن في غردقة وفي شرم الشيخ وتسمى بالأحمر عشان الشعب المرجانية. الأحلى من كده كمان إن أنت عندك أطول نهر في العالم، نهر النيل. نهر النيل تخيل أكتر من 6000 كيلو، 6670. بيعدي طبعا نهر النيل في دول كتير واخرهم احنا. طب يا استاذ لو انت بتفكر كده هتلاقي نهر النيل وهو جاي من الجنوب كده زي ما احنا شايفين طالع على البحر اللي فين؟ اللي فوق، اسمه البحر المتوسط. وبكده بدات افهم ان نهر النيل بيصب في البحر مين؟ المتوسط. زي ما انت كده بتصب الشاي بالبراد بتاعك كده بتصب فين؟ في الكوبايه. احنا عندنا نهر النيل بيصب في البحر. طيب نهر النيل خلاص عرفنا اطول انهار العالم، يبقى اول ما اشوف نهر النيل هلاقيه هنا على الخريطه زي ما انتوا شايفين. طب يا مستر نهر النيل انا شايفه قسم حاجتين. برافو عليكم يا سنه رابعه، فعلا هو قسم الارض بتاعتنا ان في صحراء هنعمل لها شيم كده شرقيه، وصحراء تانية غين غربيه. ايه ده؟ في صحراء اسمها الصحراء الشرقيه وفي صحراء اسمها الصحراء الغربيه. لو انت كده بتركز هعمل سهم. الصحراء الشرقية تقع يمين والصحراء الغربية تقع شمال. حلو قوي. من اللي انا لاحظته في الرسمة دي ان مين اكبر صحراء؟ الصحراء طبعا لو جيت فكرت ارسمها على الخريطة هلونها باللون ايه؟ انا سمعكم بتقولوا برافو عليكم اللون الاصفر. طيب اكبر صحراء في مصر الصحراء الغربية، معلومة تبقى عارفينها سنة رابعة وخمسة وستة. 68% مساحة الصحراء الغربية و22% مساحة الصحراء الشرقية. واضح جدا ان مين اكبر؟ الصحراء مين؟ الغربية. طب انا هستنى في تعليقاتكم كده، احنا عندنا الصحراء موجودة في كم قسم؟ ادي كده 1
وادي كده اتنين. ان شاء الله كده هبدأ الجزء التاني من اساسيات تعلم الدراسات. بس قبل ما هبدأ كده عايز اشوف تعليقاتكم واشوفكم فهمتوا قد ايه اللي احنا وصلنا له طبعا في الاجازة. وبكده مستني تعليقاتكم تقولولي التعليق على الصحراء التالتة، او بمعنى اصح المنطقة الصحراوية التالتة. احنا قلنا صحراء شرقية وصحراء غربية، فاضل مكان في مصر مليان رملة، يا ترى ايه هي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلابي في جميع محافظات مصر، معاكم مستر أسامة محمود. ان شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض الحلقة الاولى ونكمل مع بعض الحلقة التانية في تعلم اساسيات مادة الدراسات. اتكلمنا المرة الاولى عن الخريطة، وعرفنا مع بعض ان الخريطة خريطة مصر فيها بحرين من اهم بحار العالم، وهو البحر المتوسط، وده طبعا قلنا اسمه متوسط عشان يقع وسط قارات العالم. وكلمنا كمان عن البحر الاحمر اللي غني بالشعب المرجانية. وبكده كان اخر حاجة اتكلمنا عنها نهر النيل، اطول انهار العالم. وكمان يا مستر فكرني كده، اني صحراء شرقية كانت هنا، برافو، وكمان كان في صحراء هنا اسمها الصحراء الغربية. تمام، هنكمل كلامنا ونعرف مع بعض الخريطة واساسياتها عشان لما ندخل طبعا السنة الجديدة نبقى فاهمين كويس قوي ايه هي خريطة مصر. لو بصينا الناحية دي طبعا دي كده الخطوط دي اسمها حدود. يعني حدود يا مستر؟ زي ما انت كده شقتك مش هنا ينفع دلوقتي الاقي ان الشقة بتاعتي عبارة عن مكان، شقتك لو بصيت عليها هتلاقي في حيطة من جنب اليمين والجنب الشمال، هتلاقي شباك من هنا، وهتلاقي مثلا بلكونة. لو انت بصيت كده هتعرف ان انت ليك حدود في شقتك. يعني ايه حدود؟ كلمة حدود يعني فاصل، يعني انت ليك بداية وليك نهاية في الشقة بتاعتك. واحنا في بلدنا ليها بداية وليها نهاية. بدايتها طبعا زي ما انتوا شايفين اللي هو الاطار ده كله، نهايتها طول ما انت بتخرج من الاطار ده، يبقى ده اسمها حدود. طب لو بصينا هنا، في هنا دولة اسمها ليبيا. طب يا مستر دولة ليبيا دي لو انا لاحظت كده مش هنا، دي الصحراء الغربية، يبقى اكيد ليبيا عشان اروحها همشي ناحية الغرب، روف. طيب في صحراء تانية اسمها الصحراء الشرقية، لو احنا فاكرنا اهي. طب لو انا عديت كده الصحراء الشرقية هلاقي البحر الاحمر، هلاقي هنا في دولة زي ما مكتوبة كده اسمها دولة السعودية، وفي دولة هنا اسمها دولة فلسطين. طيب انا كده بدأت الاحظ حاجة، ان مصر جنبها بلاد كتيرة جدا. كمان هقول لكم ان هنا في بلد في الجنوب اسمها بلد السودان. الحلقة الثالثة ان شاء الله هنعرف مع بعض الاتجاهات ونتعلمها مع بعض عشان نقدر ندخل طبعا سنة رابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلابي في جميع محافظات مصر، معاكم مستر أسامة محمود. ان شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض اساسيات الخريطة. خريطة العالم مهمة جدا سواء الاولى وتانية او تالتة اعدادي، وكمان بالنسبة للمراحل الابتدائية هناخد في دروس مهمة ان في 7 قارات وخمس محيطات، وده كله هنعرفه مع بعض في درس النهاردة. وياريت الحلقة رقم 3 اللي ما سمعش الحلقة الاولى والحلقة التانية يرجع لهم تاني. ويلا نبدأ على طول. واول حاجة لازم نعرفها ان احنا عندنا العالم عبارة عن 7 قارات. تخيل ان انت عايش في كرة اسمها الكرة الارضية، مساحتها 510 مليون كيلو متر مربع، رقم كبير جدا. ولازم نعرف ان العالم عبارة عن 7 قارات، في قارات قديمة وفي قارات جديدة. لو فاهم من سنة رابعة واللي طبعا بيسمعني في سنة رابعة، ان في الانسان كان عايش في مكان، المكان ده كان اسمه قارة اسيا. اسمه قارة ايه؟ اسيا. طب نكتبها كده مع بعض. طيب مستر يعني ايه كلمة قارة اصلا؟ كلمة القارة معناها ارض واسعة جواها بدل الدولة دول كتير جدا. تخيل ان القارة اللي انا كاتبها دي قارة اسيا زي ما انتم شايفين المنظر ده، فيها حوالي 50 دولة، اللي هي طبعا السعودية اكيد سمعتوا عنها مكانها هنا، الهند، الصين، اليابان،
روسيا، كل البلاد اللي انت بتسمعها كتير في نشرة الأخبار موجودة في قارة كبيرة اسمها قارة آسيا. ومعلومة لازم تبقى عارفها ان دي أكبر قارات العالم مساحة. طب يا مستر مساحتها قد ايه على كده؟ قال لك معدية ال 40 مليون، 44 مليون. طب نكمل كلامنا. القارة طبعا السمراء قارة أفريقيا، القارة اللي احنا عايشين فيها كمصريين هي قارة مين؟ أفريقيا. طب نشوف مكانها هنا على الخريطة اهي، ومدام شفناها ده البحر اللي انتوا طبعا عارفينه في الحلقة الاولى، البحر المتوسط، وده طبعا اسمه البحر الاحمر. تمام، يبقى كده سواء طلاب الصفوف الابتدائية او الاعدادية كل مركز قوي في قارات العالم. خلصنا لغاية دلوقتي قارتين، واحدة كبيرة جدا وبعديها 30 مليون كيلو اللي هي قارة افريقيا. طب يا استاذ انا شايف البحر المتوسط هيطلع على مكان جديد، ايه القارة اللي هي متعرجة؟ يعني ايه متعرجة؟ هتلاقي ان هي منحدرة او ليها اشكال كتيرة كده. دي قارة اوروبا مساحتها 10.5 مليون، وهنا هي رقم 3 بالنسبة مش للمساحة بقى، دي بالنسبة لقارات العالم القديم. يعني ايه قارات عالم قديم؟ نرجع للسؤال بتاعنا، يعني قارات عاش الانسان فيها من زمان، من اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان آدم وحواء بدأ الإنسان يعيش في قارة آسيا، وبعدها السلالة انتشرت في أماكن كتيرة زي أفريقيا وأوروبا، وهم دول التلاتة قارات العالم القديم. ونكمل كلامنا لما الإنسان بدأ يفكر ويروح أماكن جديدة، بدأ يروح الاتجاه اللي احنا شايفينه هنا، أمريكا، أمريكا الشمالية وكمان أمريكا الجنوبية. مستر يبقى انا كده تعال نعد اللي احنا قلناه، اسيا افريقيا اوروبا قديم، امريكتين جديد. طب من هنا انا ملاحظ في الرسمه كده قاره صغيره قوي مساحتها طبعا 7 مليون كيلو و8 من 10 اللي هي قاره استراليا. قاره مين؟ استراليا. كده حضرتك خلصت جزء كبير من القارات، عدينا 6 قارات ناقص قاره واحده وهي قارة هننزل لها تحت كده اسمها القارة القطبية الجنوبية. اسمها ايه؟ القارة القطبية الجنوبية، وبيقول عليها انتركاتيكا. يبقى كده تعالى كده نقول مع بعض الحلقة دي بنعرف 7 قارات، يلا نقولهم تاني، افريقيا اسيا اوروبا امريكتين امريكا شمالية امريكا جنوبية واستراليا والقارة القطبية الجنوبية. ان شاء الله الحلقة الرابعة هنتكلم فيها عن المحيطات. كان معاكم مستر أسامة محمود في قناة التفوق في الدراسات.